هنتكلم عنه دلوقتي الفارماكوفور موديلنج. تمام، هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الفرق بين ستراكشر بيزد والليجند بيزد دراج ديزاين، وانتوا اوريدي عارفين الموضوع ده، قلناه الاسبوع اللي فات. هنتكلم عن يعني ايه فارماكوفور موديل، هنتكلم عن كونفورميشنال سيرش، ودي عارفينه وعارفينه من الاسبوع اللي فات برضه. هتنفض لي وتمشي؟ ماشي، الف سلامه يا كبير. طيب هنتكلم عن ستراكشر بيزد فارماكوفور، ومش هنتكلم عن الحاجات اللي تحت دي، ماشي؟ اخر اتنين دول ملغيين. لما اتكلمنا عن ستراكشر بيزد فيرسز ليجند بيزد دراج ديزاين، لما اتكلمنا عن ستراكشر، ركزوا بقى معايا يا جماعه، علشان انا جات لي شكوى من الجروب ده بالذات ان الناس ما بتبقاش عارفه تركز من الصوت، فالموضوع بيبقى رخامه على زمايلكم يعني. نهدى كده ونركز. ايه الفرق بين ستراكشر بيزد والليجند بيزد دراج ديزاين؟ نعم، الستراكشر بيزد دراج ديزاين انا عارف ال 3 دي ستراكشر بتاع ايه؟ لا، بتاع البروتين او بتاع التارجت بتاعي. تمام، لو انا عارف ال 3 دي ستراكشر بتاع التارجت بتاعي، لو انا عارف ال 3 دي ستراكشر بتاع التارجت بتاعي وبستخدم ده في دراج ديزاين، ده اسمه ستراكشر بيزد دراج ديزاين. طب لو انا مش بستخدم انفورميشن من ال 3 دي ستراكشر بتاع البروتين، ده بيبقى اسمه ليجند بيز ديزاين. وبستخدم انفورميشن منين؟ من سيميلر كومباوندز، سيميلر اكزيستنج اكتف كومباوندز. يعني عندي اكتف كومباوند بحاول ادرسها بحيث ان انا اعمل كومباوند جديد، ماشي كده؟ ده اسمه ليجند بيز دراج ديزاين. كله مفرق الحاجتين دول. التفريقه دي مهمه قوي علشان الدسكشن بتاع النهارده. اتكلمنا الاسبوع اللي فات ان الطريقه المشهوره قوي في الستراكشر بيز دراج ديزاين اسمها دوكينج، ماشي؟ واتفرجنا على القصه بتاع السندريلا والهبد اللي هبدناه ده، صح؟ طيب وعندنا بقى قلت لكم ليجن بيز دراج ديزاين، عندنا فارماكوفور موديلنج وكيو سار. النهارده هنتكلم عن الفارماكوفور موديلنج فروم ذيس برسبكتيف از ليجن بيز دراج ديزاين تول، بس هقول لكم في الاخر خالص ان في حاجه برضه اسمها ستراكشر بيز فارماكوفور موديلنج، ماشي كده؟ حد متضايق؟ طيب احنا اتكلمنا بقى في الحاجات دي، انتوا عارفين بقى الكلام الجميل ده. تعالوا نخش على طول على الديفينيشن. يعني ايه فارماكوفور؟ كلمة فور يعني كارير، كلمة فور يعني يشيل، وفارماكو يعني دراج، يعني من الاخر الكارير اوف ذا اكتيفيتي. فارماكوفور يعني هي الحاجات اللي مسؤولة عن الاكتيفيتي، ماشي كده؟ تعالوا نشوف الجماعة بتوع الايوباك شرحوا الكلام ده ازاي. انتوا عارفين الشباب بتوع الايوباك اللي هم بيسموا دول، هم بيعملوا حاجات تانية غير التسمية، اكتشفتها بقى بيعملوا ايه؟ بيحطوا ديفينيشنز، ماشي؟ ف ممكن نهدى؟ هي دي مشكلتكم والله العظيم، ان انا ما عنديش مشكله ان الناس تبقى مهايبره في الليكتشر والكلام ده كله، اندرستاندبل، بس ما يجيش يقول لي مش فاهم وما يجيش في الامتحان يلبس. تمام، انا واحد من الناس، انا بعترف انا كنت مهايبر في الليكتشرز على طول، بس انا مش بلبس في الفاينل. تمام، يعني يبقى عندك طريقه ثانيه لتجميع الانفورميشن، ماشي؟ هشوف وشوشكم في الميد تيرم، هو قريب يعني. طيب فارماكوفور حسب الديفينيشن بتاع الجماعه بتوع الايوباك ان هو تجميع ستيريك والكترونيك فيتشرز. ستيريك والكترونيك فيتشرز، ايه ستيريك والكترونيك؟ ستيريك ليها علاقه بالايه؟ بالسايز، والكترونيك ليها علاقه بالانتر اكشنز اللي كنا بنقولها، عارفين بقى اللي هي بوزيتيف مع نيجاتيف هيدروجين بوند، مش عارف حاجات كده. طيب هي مجموعه فيتشرز. كلمه فيتشر دي كلمه مهمه، ايكونيك، هنتكلم عنها النهارده، كلمه مهمه جدا، ماشي؟ طيب الفيتشرز دي necessary to ensure optimal supramolecular interaction with a specific biological target. يعني هي مجموعه فيتشرز مهمه علشان يحصل interaction مع التارجت. هم معلش الديفينيشن بيحطوه مجعلص شويه، بس احنا هنلاحظ ان الديفينيشن ما فيهوش الجعلصه دي، يعني الموضوع عادي قوي. هي مجموعه فيتشرز موجوده في المولكيول. الفيتشرز دي طبيعتها ايه؟ ستيريك والكترونيك. مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن الانتراكشن مع التارجت علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل سيرتن ريسبونس، يا اما تستيموليت التارجت يا اما تنهبت التارجت، ماشي؟ طيب اهم حاجه في الكونسبت ده انا عايز اركز عليها موضوع الفيتشرز. موضوع الفيتشرز مهمه جدا، علشان كده في فيديو عايزكم تركزوا فيه نحلله مع بعض. انت عارفه الخدعه؟ مش
المشكله لما القلشه بتنتشر. في فيديو مهم جدا عايزين ايه نركز فيه تمام. الفيديو ده مهم جدا 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 للديسكشن بتاعنا. ماشي يا شباب الرجاله ورا لو فاتكم الفيديو ده هتبقى مشكله. شكرا يا كبير. يلا بينا. عايز تركيز بقى. عايز تركيز. بص اللي هيحصل. حد يقول لي بقى الفيديو ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن هو جعان. ماشي. ايه اللي حصل بقى؟ لا مش عارف حاجه بشكل بقى. مركزين ثواني كده. الفيديو ده مهم قلت لكم. بصوا هو دلوقتي هو جعان فهيبص على جيري بقى. مش مهم الشمسيه والرجلين وبتاع ومش لازم تبقى لحمه كده. ممكن فرخه شغال ممكن سوسيس شغال. فاهم قصدي؟ المهم انه في الاخر ايه حاجه بتتاكل معايا كده يا شباب. حاجه فيها لحوم يعني. دي 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 قصه الفيتشر. ان ساعات تبقى الموليكيول ساعات في تعبير عن الاكتيفيتي عن طريق فانكشنال جروبس. ودي بتبقى ريل موليكيول ريل جروبس. زي ايه؟ زي ما بقول مثلا سلفونامايد جروب كربوكسيليك جروب بيبرازين رينج. لكن فيتشرز يعني ايه؟ فيتشرز دي از ان ابستراكت كونسبت. فيتشر يعني حاجه بتعمل هيدروجين بوند حاجه مثلا هيدروفوبيك حاجه اروماتيك. فاهمين قصدي؟ عارفين تفرقوا ولا لا؟ تاني. انا ممكن اوصف موليكيول زي دي موليكيول كده فيها بنزين رينج وفيها مثلا دبل بوند او وفيها او اتش مثلا. ممكن اوصف الموليكيول دي ان هي عندها اروماتيك رينج عندها بنزين رينج اسف. ممكن اوصف الموليكيول دي انها عندها او اتش. ممكن اوصف الموليكيول دي ان هي عندها كربونيل جروب. ممكن اوصف الموليكيول دي ان عندها ميثايل جروب. الكلام ده اكتشوال فانكشنال جروبس. وانا ممكن اوصف الموليكيول دي ان هي فيها اروماتيك سنتر وفيها مثلا هيدروفوبيك سبيسر وفيها حته بتعمل هيدروجين بوند اكسبتر وحته بتعمل هيدروجين بوند دونر. فاهمين قصدي؟ الوصف ده كده مور ابستراكت. الوصف ده مجرد اكتر من الوصف ده. عارفين بيكاسو كان بيعمل ابستراكشن اوف. انا عارف انكم فنانين وقارئين وعارفين كل حاجه في حياتك. المهم هي فكره الابستراكشن انك انت تبسط الحاجه. تمام. هي نفس الفكره هنا بالظبط. انك انت بتاخد طبيعه الحاجه زي ما جاري زي ما توم اخد طبيعه جاري ان هو حته لحمه بتاعي. ما هي مش بقى ان عنده رجلين عنده ايدين ماسك شمسيه فرحان بنفسه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ فاهمين ولا لا؟ تمام. الفارماكوفور كلمه فارماكوفور is a set of features مجموعه فيتشرز. يعني ده كده اسمه فارماكوفور مجموعه فيتشرز مسؤوله عن الاكتيفيتي. ماشي. مش مجموعه فانكشنال جروبس. انا بقول الكلام ده ليه وباكد عليه؟ باكد عليه علشان في ناس كتير قوي بتغلط فيه. حتى في تكست بوكس ساعات يبقوا رسمين اجزاء من المولكيول ويقول لك ده الفارماكوفور بتاع المولكيول. الكلام ده اللي هو السار اللي كنا بناخده في السوتيكال. تمام. بس في فرق بين كلمه سار وفارماكوفور. ده اللي انا بحاول اوضحه. طيب مجموعة الفيتشرز المسؤولة عن الاكتيفيتي مش مجموعة الفانكشنال جروبس المسؤولة عن الاكتيفيتي. ده اللي اسمه ايه؟ ده اللي اسمه فارماكوفور موديل. شباب انتوا منهمكين انهماك مبالغ فيه في الموبايلات. البطارية هتفضل. نعم؟ لا ما ده اللي بقوله. انا ده اللي بقوله من ساعتها. الفيتشرز مش هي الفانكشنال جروبس. الفيتشرز مش هي الفانكشنال جروبس. الفيتشرز هي طبيعه الفانكشنال جروب. يعني الفيتشر مثلا حاجه بون دورر ممكن تبقى او اتش ممكن تبقى ان اتش ممكن تبقى فاهم قصدي؟ بس هي طبيعتها حاجه بون دورر. فاهمين قصدي يا جماعه؟ لا مش الحاجه اللي تخلي الاستراكشر هيدروفوبيك. ان في حاجه هيدروفوبيك وفي حاجه هيدروفوبيك وفي حاجه هيدروفوبيك ده اسمه فارماكوفور.
هوضح لكم ثواني هوضح لكم الفكره اكتر دلوقتي بنفس الموديل اللي كنا بنتكلم فيه. الموديل ده بالظبط في شويه انتراكشنز تحصل هنا. تعالوا نشوفها احسن على البروجرام نفسه. تعالوا نشوف السوفت وير نفسه كده اللي كنت شغال عليه ده. هرجع الليجن ثاني. تمام، لو تلاحظوا ان في انتراكشنز معينه بين الليجند وبين التارجت، واخدين بالكم يا جماعه؟ حتى متعبر عنها بشويه خطوط كده. يعني في مثلا هيدروجين بوند انتراكشن هنا كده، صح؟ هي الهيدروجين بس مش موجوده، يعني الهيدروجين مش مرسومه، بس المفروض ان يبقى في الووتر موليكيول دي. بقى تعالوا نحط لها هيدروجين. فين؟ هي في معاها هيدروجين بالمنظر ده، هي مش محطوطه في الاوبتيمم بوزيشن. بس استنى تعالى نعمله كله. هو كده هنبتدي نحط هيدروجين فيهم كله. بصوا لما ظبطناها كلها مع بعض بانت الهيدروجين بوند، واخدين بالكم؟ في نيتروجين اهي، وفي ووتر مولكيول جنبيها، ادي الاكسجين بتاعت الووتر مولكيول، وادي اثنين هيدروجين. او اتش مع نيتروجين عامله هيدروجين بوند، واخدين بالكم يا جماعه؟ في مجموعه انتراكشنز بين الليجند وبين الريسبتور، منها في هيدروجين بوند ثانيه هنا كده. فين؟ انا فاكر كان في واحده ثانيه. وفي شويه انتراكشنز ثانيه ما بتبقاش باينه، يعني في طريقه كده ممكن نبين بيها الانتراكشنز. فبيقول لك كل الانتراكشنز اللي بتحصل، ادي الهيدروجين بوند اهي اللي بين الميه، وفي انتراكشن تاني مع جلايسين، وفي انتراكشن تاني مع ميثيونين من نيتروجين الثانيه اهو. واخدين بالكم يا شباب؟ اهي صح اهي. ادي الهيدروجين بوند الثانيه. طيب لو احنا عايزين نوصف السار بتاعت الموليكيول دي هتلاقينا بنقول ايه؟ هتلاقينا بنقول ان هنا مثلا الان از اسينشال وهنا ان از اسينشال. ليه؟ لان هي بتعمل هيدروجين بوند. بس بالفكر الجديد اللي احنا بنطرحه دلوقتي احنا مش لازم تبقى نيتروجين، يعني لازم تبقى حاجه بتاكسبت هيدروجين بوند وخلاص. فاحنا هنتكلم في حاجه اسمها فارماكوفور، تعالوا نشوف هنتكلم عليها ازاي. في فيتشرز كتيره للموليكيول، فيتشرز كتيره للموليكيول. انا ههايد البوكيت وهشيل الحاجات دي عشان الوجع الدماغ. بصوا كده يا شباب، واخدين بالكم اللي بيحصل؟ دي مجموعة فيتشرز متعبر عنها بكور، يعني مثلا لو علمت على الفيتشر دي ورحت هنا كده هتلاقيه بيقول لي ان دي اكسبتر، هيدروجين بوند اكسبتر، وهنا نفس الحكاية هعلم عليها. سوري ده بس بيفكرني ان لازم اكونكت فري. موضوع كونكت فري ده عامل زي انا كل شوية لما اقول لمراتي انا غزلت لك المواعين. انا اللي غسلها، تنساش ان هي فري. يلا فيتشر، مش محتاج الثانيه دي، انا دي. فدلوقتي عندي مثلا اثنين فيتشرز، انا عايز الغي دي. مثلا نتخيل ان انا كنت محتاج دي فور انتراكشن، كمان محتاج الاروماتيك رينج دي، فهضيف فيتشر هنا هيدروفوبيك جروب. فارماكوفور بقى يعني ايه يا جماعه؟ ركزوا بقى في اللي هيحصل دلوقتي، ركزوا يعني ايه فارماكوفور بقى. ده كده الفارماكوفور اللي انا حاطه دلوقتي، ابستراكت كونسبت للموليكيول، ابستراكت كونسبت للموليكيول. مجموعه فيتشرز مترتبه ان سبيس بطريقه معينه، الفيتشرز دي هي السبب في الاكتيفيتي. فاهمين قصدي؟ وده معناه ايه؟ ان انا لو جبت مولكيول ثانيه فيها نفس الفيتشرز بنفس الترتيبه المفروض تعمل ايه؟ تدي نفس الاكتيفيتي. معايا كده يا جماعه؟ فاهمين يا جماعه اللعبه دي؟ ده كده الفارماكوفور موديل اللي موجود على البورد دلوقتي، ده هو ده الفارماكوفور. موضوع الفارماكوفور ده موضوع موجود من زمان، وكان سهل زمان نلاحظ موضوع ال 2 دي فارماكوفور. يعني الحاجه لما تبقى ان 2 دايمنشنز تبقى سهله، 3 دايمنشنز تبتدي تبقى صعبه شويه.
انا عايز حد مثال دلوقتي. I will give an example using a 2D pharmacophore model. I will try to derive a 2D pharmacophore model. اللي هنعمله دلوقتي هنحاول بقى ن extrapolate it and implement it in more sophisticated cases. ماشي؟ طيب عندي certain drug. نتخيل ده certain drug ل D2 antagonism activity. عندي certain drug ل D2 antagonism activity. ماشي؟ A certain drug ده when I break it down هلاقي ان في مجموعه functional groups. عندي مثلا المشكله الالوان مش باينه. عندي مش مشكله بس هو عندي phenyl ring, عندي ميتا او اتش اللي هي الاو اتش دي, تمام, عندي بارا او اتش, عندي ايثايل سايد تشين, وعندي برايمري امينو جروب. كله شايف يا جماعه الحاجات دي, كله ملاحظ هي موجوده فين في الاستراكشر. الكلام ده functional groups او certain groups certain molecular structures مش features. ماشي, انا هحاول اوصلكم ليه احنا محتاجين concept الفيتشرز ده. طيب احنا عندي مجموعه functional groups, هل كل دول essential for the activity؟ انا معرفش, انا I do not have enough information. اعرف ازاي؟ في طريقتين. يا اما زي ما عملت من شويه اجيب الريسبتور واشوف انهي من دول اللي انتراكت مع الريسبتور, بس انا دلوقتي هشتغل ليجند بيز. ليجند بيز يعني I do not need information من الريسبتور خالص, من التارجت بتاعي. ماشي, اعمل ايه علشان اعرف مين من دول اسينشال ومين مش اسينشال؟ من غير ما شيء, انا هشوف ايه المولكيولز الثانيه اللي اكتب واقارنهم ببعض. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا لما اشوف المولكيول دي هلاحظ ايه؟ ما موجودين. ماشي, ايه اللي مش موجود؟ يعني دي هتفيدني في ايه المولكيول دي؟ الايثايل موجوده, الايثايل موجوده, الايثايل اهي. ايوه هي مش برايمري, ما بقتش برايمري, واخدين بالكم؟ وبرده بوتنت, يبقى معناها ايه؟ ان انا مش محتاج البرايمري امينو جروب. فاهمين قصدي؟ مش لازم تبقى برايمري. يعني دلوقتي ببتدي اقارن المولكيولز ببعض وعايز احاول اطلع بالسار زي ما كنا بنقول زمان. ماشي؟ طيب ايه رايكم في دي؟ مش محتاج الاو اتش البارا, صح؟ طيب ايه رايكم في دي وفي دي؟ هبتدي افكر بطريقه ثانيه. هو الفكره مش فكره او اتش, انا محتاج هيدروجين بون دونر واكسبتر في الحته دي. فاهمين قصدي؟ يعني انا محتاج الحته دي, المنطقه الريجن دي يبقى فيها هيدروجين بون دونر واكسبتر. فاهمين قصدي يا جماعه؟ طيب ومحتاج يبقى في عندي, مش لازم فينايل رينج, ما هي دي ما فيهاش فينايل رينج, بس محتاج تبقى اروماتيك وخلاص. فاهمين قصدي يا جماعه؟ انتوا معايا ولا لا؟ طيب وبعد كده هبتدي افكر في بقيه. يعني من النهايه انا بحاول اوصل لايه؟ من كونسبت الجروب لكونسبت الفيتشرز. فاهمين قصدي يا جماعه؟ الحاجات اللي فيها الفيتشرز دي, مجموعه الفيتشرز بقى دي هو ده الفارماكوفور بتاعي اللي فيه الفيتشرز. ماشي يا شباب؟ حد علان؟ قول لي يا كبير. ما في حاجات انا عدلتها علشان امبارح وعمر امبارح ما كناش فاهمين, فببتدي ازود. فمعلش ننزل السلايد في الاخر خالص بعد ما نعمل كل التعديلات ننزلها لكم تاني. ماشي, انا اسف كده. طيب لما بننقل ال 3D هيبتدي الموضوع يبقى اصعب. يعني انا عايز اقارن الاثنين مولكيولز دول ببعض, هما الاثنين من نفس الاكتيفيتي. طب ازاي؟ يعني انا حاسس ماشي, هنا في شويه نيتروجينز وهنا في برضه شويه نيتروجينز, بس هنا مش عارف شكلها كده غير دي, هنا في رينج واحد. يعني فاهمين؟ لما بتبتدي تشوفها ان 3D بيبان ان هما شبه بعض. يعني لما جبت السايميتيدين ده وتنيته, تمام, لعبد الله مسك السايميتيدين تنام وحشه, بس يعني ايش, بتفك شويه. لما جبت السايميتيدين تنيته هنا كده لقيته ان هو منطبق فعلا على الترايزول اللي جاب. فاهمين حاجه معايا؟ طيب هو انا بحاول اعمل ايه؟ بحاول اعمل نفس اللي عملته قبل كده, بس في التو دايمنشنز كانت الدنيا سهله. في التو دايمنشنز كان سهل قوي الاحظ
اماكن الحاجات. يعني انا بقارن الفانكشنال جروبس او الفيتشرز في اماكنها, في اماكنها في المولكيول. لكن في 3 دي بقى الموضوع صعب شويه, ما بقاش بالسهوله ان انا اقدر اقارن اماكن الحاجات ان سبيس الفيتشرز, خاصه ان دول اتنين مولكيولز بس. اما لو الوضع عامل كده, لو الوضع في مولكيولز كتير قوي بالمنظر ده, هبقى انا محتاج اوصل لحاجه زي كده سوبر بوزيشن من المولكيولز كلها واشوف ايه الفيتشرز الكومن ما بينهم. فاهمين قصدي يا جماعه؟ فاهمين الفكره؟ طيب ده اللي خلاني احاول افكركم بموضوع كونفورمرز اللي قلناه المره اللي فاتت. ايه موضوع كونفورمرز اللي قلناه المره اللي فاتت؟ احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الانرجي اوف سيرتن مولكيول از ا فانكشن اوف اتس مولكيولار جيومتري. الجيومتري يعني كونفورمرز, صح كده؟ طيب يعني كل كونفورمر للمولكيول ليها سيرتن انرجي. في كونفورمرز ليهم لو انرجي, في كونفورمرز ليهم هاي انرجي, تمام؟ في كونفورمرز مرتاحين اللي هم المينيمم, في كونفورمرز متضايقين. فاهمين الكلام ده كله صح؟ طيب علشان احاول ادور على كونفورمرز كتير كنت محتاج اعمل حاجه اسمها كونفورميشن اناليسيس, صح كده؟ عملناها المره اللي فاتت. وفي كونفورمر واحد بس هو اللي بيمسك في الاكتف سايت اللي هو الباي اكتف كونفورمر, تمام؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني الصوره اللي احنا شايفينها من شويه دي السايمتيدين ده ليه كونفورمرز كتيره, الباي اكتف كونفورمر بتاعه هو ده. طب انا منين عرفت ان هو ده؟ لان هو ده اللي منطبق على الترايزول اللي هو اكتف برضه. فمن أصلي فهما الاثنين لازم they have to fit in the same cavity, they are fitting in the same cavity, فلازم يبقى الستركتشر بتاعهم اوفر اول شبه بعض. يبقى الباي اكتف كونفورمر انا ممكن اعرفه, ممكن اعرف الباي اكتف كونفورمر عن طريق ان انا ابص جوه الريسبتور لو ده متاح. لو مش متاح مش عارف اعمل دوجنج لان معيش الستركتشر اصلا بتاع الريسبتور, بعمل ايه؟ بجيب ليجنز ثانيه كتير واحاول اطبقهم كلهم على بعض, لان الحاجه الكومن ما بينهم لما اعرف اثنين كلهم بشكل مولكيول واحده يا فندم, دي كلها كده مولكيول واحده, تمام معايا ولا كلها على بعضها بقى في ما هي موجوده هعمل فيها ايه؟ هوصلها يعني هي موجوده في المولكيول. لا هي فرق ايه ماديه او مش ماديه؟ ما لازم اعرف شكل المولكيول عشان اقارنها بغيرها عشان الاقي كومن فيتشر. معلش اللي حصل بقى. ما هو الكمبيوتر بقى بيقعد يظبط كونفورمرز من دي على كونفورمرز من دي ويحاول يطبقهم, تمام؟ الموضوع صعب شويه. فيبقى فكره الفارماكوفور كلها التيتا بتاعت الفارماكوفور, احنا دلوقتي في مرحله الزتونه. الزتونه بتاعت الفارماكوفور كلها في ايه؟ انك لو عرفت تعمل اوفرلاب للمولكيولز على بعض صح, لو عرفت تعمل اوفرلاب للمولكيولز على بعض صح بحيث انك تقارن الكومن فيتشرز, لو عرفت تطلع الكومن فيتشرز مظبوط يبقى انت كده طلعت الفارماكوفور. ماشي كده يا شباب؟ لو انت عارف بقى اكتف كونفورمر من البدايه دي سهل, هتطبق بقى اكتف كونفورمر على بعض وخلاص, بس ما تبقاش عارف بلاش الكومباوند على كده جوه ولا اي حاجه, وبتحاول تشوف بقى اكتف كونفورمر بتاعتها عن طريق ان اعلي فوليوم مثلا. ماشي يا شباب؟ طيب
في كم حاجة بقى، في كم concept مهمين جدا عايزين نتعلمهم، كم concept مهمين جدا 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 عايزين نتعلمهم ليهم علاقة بموضوع الفارماكوفور ده. تمام؟ ازاي بعمل الفارماكوفور؟ ازاي بعمل الفارماكوفور؟ طبعا الايديا is simple، بجيب مجموعة molecules active وبحاول اطلع منهم الايه common features، بس انا عايز اعرف ازاي بختار المولكيولز دي وازاي بطلع الكومن فيتشرز اند سو اون. فاحنا عايزين نتكلم ازاي هاو دو اي تشوز ا تريننج سيت. تريننج سيت يعني مجموعه مولكيولز بختار منهم الموديل. تريننج سيت يعني مجموعه مولكيولز بعمل منهم الموديل، ماشي؟ وازاي بعمل كونفورميشن اناليسز وباساين الفيتشرز بحيث ان انا اعمل لهم الاينمنت، اعمل المولكيول سوبر امبوزيشن، بعمل الموضوع ده ازاي؟ تمام؟ وبعد كده لما بطلع بالموديل، يعني لما بطلع بالكومن فيتشرز، ازاي بتست الكومن فيتشرز دي، ازاي بتست الموديل ده بتاكد ان هو شغال فعلا كويس. وبعد كده بقى بس تبتدي تستخدم الموديل، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده ممكن نستخدمه ان فيرتشوال سكريننج ان جينوفو ديزاين. يعني اول اربع نقط كده انا بحاول اتاكد من جزمة سندريلا، تمام؟ اتاكدت انها جزمة بتطلع سندريلا فعلا، ممكن استخدمها في اي حاجه، ماشي؟ طيب تعالوا نشوف هنختار المولكيولز ازاي. هنختار المولكيولز اللي هنعمل منهم الفارماكوفور موديل ازاي، ماشي؟ اول حاجه طبعا لازم يبقوا اكتف، اكتف مولكيولز، عشان هطلع الكومن فيتشرز في الاكتيفيتي. بس في كام حاجه بقى كده ايه لازم اركز فيها وانا بختار المولكيولز دي. اول حاجه على فكره الكلام ده يعني بيكون فيه اسئله قليله، دهش دهش معنى ايه، دهش معنى مثلا كل حاجه دي قول لي ازاي بختار The drugs should have the same mechanism of action. ليه؟ يعني مش كفايه مثلا انهم يكونوا بيموتوا البكتيريا، لازم كلهم مثلا يكونوا بيشتغلوا على الترانسكريبتيز انزايم. ليه وفي نفس الاكتيف سايت؟ ليه؟ اكيد طبعا، لان انا بحاول اقارن الدراجز عشان اطلع كومن فيتشر. الكومن فيتشرز دي بتعمل ايه؟ بتنتراكت مع التارجت، فلازم it has to be the same target in the same site. فاهمين حاجه؟ طيب هو انا اقدر اعرف كده اصلا من غير ما اعرف شكل التارجت؟ يعني can I be sure of the mechanism of action without knowing the structure of the target؟ ينفع الجماعه بتوع البايوكيمستري بتوع الفارماكولوجي بيعرفوا يعملوا الحوارات دي، ماشي؟ في طرق بايوكيميكال كده بتاكد بيها ان الاثنين دراجز دول بيشتغلوا على نفس الحاجه بالظبط حتى لو انا مش عارف الحاجه دي شكلها عامل ازاي، ماشي؟ يبقى اول نقطه ايه؟ لازم الدراجز اللي انا هختارها يبقى ليهم ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن، ماشي؟ انا هحط اول ثلاث كلمات هحاول اسيطر عليها. رجاله مهندس انت مطمن خالص من الاول، يعني مش مركب معايا خالص، ركز معايا شويه. اشوف واحد في الميد ترم يقول لي كلمه. اول اجابه بقول ان هما they should have the same mechanism of action because we want to extract common features that are responsible for interaction with a given target. تمام؟ فيبقى لازم هما كلهم بيشتغلوا على التارجت ده. طيب تعال نبص على اخر واحده كده. they should be comprised of rigid molecules. هو انا ليه عايزهم rigid؟ خلي بالكوا يا جماعه هنعمل ايه في المولكيولز دي؟ المولكيولز دي هنطبقهم على بعض، صح؟ فلو هم فلكسبل مولكيولز هيتعبوني جدا في الايه؟ في الالاينمنت. لكن لو هو ريجيد مولكيولز، لو هم ريجيد مولكيولز هيبقى ايه؟ هيبقى الالاينمنت بتاعهم سهل. فاهمين يا شباب؟ والمثال الاكستريم قوي اوف ريجيد مولكيولز الحاجات ال2 دي اللي زي اللي شفناها من شويه، هم اصلا يعني ما لهمش غير كونفورمر كده قدامك، فالدنيا سهله قوي انك تطبقهم على بعضيهم.
تمام. الإجابة إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة to facilitate the step of alignment later on because rigid molecules have less conformations. حلوة كده؟ يلا. طيب عندنا حاجتين، حاجتين تانيين عايزين نفهم احنا بنختارهم كده ليه. يا جماعة اهدوا، يا نهار ابيض، عيال مزعجة صح؟ معلش يا كبير، انا اسف. لا اتفضل اتفضل يا كبير. مزعجين فح، نشوف كده. يقول تنانين، ما شاء الله ما شاء الله، عبقرة. يرضيكي كده يا هاجر؟ ما يرضيش حد. طيب طب انا بسجل دلوقتي، يعني انا انزل الحاجات دي على يوتيوب، يعني ما يصحش. عيب والله الكلام ده، هقعد اقطع بقى والزق في يلا مش مهم. طيب اخترنا المولكيولز بتاعتنا ليهم سيم ميكانيزم اوف اكشن واز ريجيد اس بوسيبل، تمام. They should preferably have high affinity. ما هو ماشي، بس ليه اشمعنى هاي افينيتي؟ ليه مش لو افينيتي؟ ليه مش مودريت افينيتي؟ عشان ايه؟ ماشي، هي قصدها تقول مثلا يعني علشان ايه؟ عشان كل الفيتشرز اللي فيهم تبقى مهمه فور ذا فانكشن، تمام؟ او يبقوا بيعملوا كل الانتراكشنز الممكنه مع التارجت. ماشي، ده دي طريقه تفكير كويسه. في طريقه تفكير ثانيه برضو براجماتيك جدا. يعني احنا اخترناهم ريجيد مولكيولز ليه؟ عشان اسهل على نفسي الخطوه بتاعت الالاينمنت. انا بختارهم اكتف هايلي اكتف برضو عشان اسهل على نفسي الخطوه بتاعت الالاينمنت، وهقول لكم ازاي. ماشي كده؟ علشان يا جماعه احنا اتفقنا كل مولكيول ممكن يبقى ليها كونفورمرز كتير، تمام؟ كل مولكيول ليها كونفورمرز كتير، واحد من دول بس هو اللي بيمسك في التارجت، تمام. طبعا دلوقتي لو عندي مليون كونفورمر، انهي من دول هو اللي بيمسك في التارجت؟ قال لك ممكن يبقى ليه الكونفورمرز ليهم ديفرنت انرجيز، هل الهاي انرجي ولا اللو انرجي اللي بيمسك في التارجت؟ قال لك لو هم ليهم هاي افينيتي يبقى اللو انرجي، يبقى غالبا الباي اكتف كونفورمر وان اوف ذا لوست انرجي كونفورمرز. احنا جبنا منين الكلام ده؟ عارف لما تجيب واحد متجوز وتقول له ايه رايك في الجواز؟ بس بعيد عن مراته، يعني هي مش هتسمع. وقال لك يا باشا الجواز ده احسن حاجه في الدنيا، معناها الراجل ده مرتاح ولا مش مرتاح؟ مرتاح، مبسوط، مبسوط من الانتراكشن ده، صح كده؟ طيب نفس الحكايه في الدراجز. الدراج ده لو هو عنده سترونج افينيتي يبقى معناها ان الدراج في ذات نفسه مرتاح ولا مش مرتاح؟ مرتاح يعني ايه؟ يعني الكونفورمر بتاعه ليه لو انرجي. فاهمين قصدي؟ فانا بفكر فيها ازاي؟ لو انا عندي هاي افينيتي دراج يبقى الهاي افينيتي دراج ده معنى ان هو هاي افينيتي، يبقى هو مش ستريند مثلا او كده، هو الكونفورمر بتاعه مرتاح. معنى ان الكونفورمر بتاعه مرتاح ان هو لو انرجي. يبقى انا لما اجي ادور على الباي اكتف كونفورمر مش لازم ادور في الهاي انرجي كونفورمر، ادور في اللو انرجي كونفورمر بس. فاهمين حاجه؟ فاهمين الفكره؟ طيب. And the affinity should be measured accurately. ليه محتاج الافينيتي تبقى متقاسه كويس؟ ما انا حابني شغلي على الكلام ده. يعني انا دلوقتي جايب مجموعه مولكيولز، المولكيولز دول المفروض بريزيومبلي اوف هاي افينيتي، تمام. هو مين اللي قال لي ان هم اوف هاي افينيتي؟ الجماعه اللي عملوا بايو كيمستري او عملوا فارماكولوجي قبليه، تمام. قالوا لي احنا قسناهم ولقيناهم اوف هاي افينيتي. طب انتوا قستوهم مظبوط يعني ولا ايش؟ قال لك قشطه يا عم ماشي حالك. لا ما ينفعش، ما لازم ابقى مطمن ان دول ليهم هاي افينيتي، علشان انا هبني على الكلام ده هختار لو انرجي كونفورمرز وهعمل حاجات ثانيه هختار الفارماكوفور بناء على الكلام ده. فاهمين قصدي؟ فيبقى غالبا بنحاول نختار المولكيولز يبقوا من نفس اللاب، نفس اللاب، نفس الناس اللي شغاله عليهم. فلو في ايرور او حاجه هيبقى ايرور على كل الحاجات، كل القياسات. فاهم قصدي؟ بريفربلي فروم ذا سيم لاب، وبيبقى لاب مشهور، يعني كلام منشور في جورنالز كويسه كده يعني، تمام. طيب وبعد كده دايما لما ابص على المولكيولز بتاعتي وابص على اي كونفورمرز او اي حاجه يهمني جدا تو انسبكت ذا تريننج سيت فيجوالي، او عموما ان جنرال لما بتشتغل على اي حاجه على الكمبيوتر دايما تبص فيجوالي على شكل الحاجات اللي طالعه لك. داز ات ميك سنس ولا لا؟ ماشي؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا تريننج سيت.
عندنا حاجة بقى اسمها conformational analysis. conformational analysis الخطوة بتاع conformational analysis والalignment هنقولهم سوا. في طريقتين للموضوع ده. يعني دلوقتي عايز انا اخترت انا معايا training set معايا مجموعة molecules اللي هدور فيهم على common features عايز اطبقهم على بعض. المولكيول الاولانيه واطلع الكونفورمرز بتاعها وامسك المولكيول الثانيه واطلع الكونفورمرز بتاعها وامسك المولكيول الثالثه واطلع الكونفورمرز بتاعها وبعد كده احاول اطبق دول كلهم على بعض. فاهمين قصدي؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه ايه بقى يا جماعه؟ الطريقه الثانيه بتبقى معتمده على حاجه اسمها فلكسيبل الاينمنت بيسموه كونفورميشن اون ذا جو اون ذا فلاي. يعني ايه؟ يعني انا بحاول اعمل لهم الاينمنت وفي نفس الوقت بغير الكونفورميشنز. طبعا الكلام ده ابستراكت شويه فعايز اوريه لكم فيجوالي دلوقتي. ماشي تعال نشوف. اه بس هي الفكره انا وصلت للشكل ده ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. هجيب مجموعه بص يا جماعه عندي ثلاثه مولكيولز زي دول كده. ماشي هتخيل ان دول ثلاثه كونفورمرز من المولكيولز دول. هل كل مولكيول من دول ليها كونفورمرز اكتر؟ اه طبعا ليها كونفورمرز كتير. بس انا دلوقتي هوريكم ازاي اطابق ثلاثه كونفورمرز بس. ماشي كده؟ فانا هعمل ايه؟ هحطهم هرميهم كلهم هنا. ادي واحد ثاني فوقيه الثالث فوقيه. واخدين بالكم يا شباب؟ رميتهم كلهم على بعض. وبعد كده هقول للبروجرام بتاعي يعمل rigid alignment. شايفين اخترت rigid فهيقعد يحاول يعمل لهم alignment بس هو بيعمل لهم alignment من غير ما يغير الكونفورمرز بتاعتهم. هو يعني هم ثابتين الكونفورمر وبيحاول بس يحطهم على بعض. فاهمين قصدي؟ طيب دي طريقه. يعني انا في الاول اجنريت كونفورمرز كتير وبعد كده احاول اطبقهم بالطريقه دي. ماشي دي مدرسه زي ما قلنا. This is a school of alignment. الطريقه الثانيه بعمل ايه؟ تعالوا نقفل ده بقى خلاص كده. وزي ما انتم شايفين بيطلع الاينمنتس كتيره. يعني طلع كذا طريقه للالاينمنت. مثلا الطريقه دي. دي طريقه ودي طريقه ثانيه. يعني عمل لهم الاينمنت بكذا طريقه. تمام؟ طيب هنشوف بقى دلوقتي طريقه كومبيوت فلكسبل الاينمنت. دي المدرسه الثانيه بقى اللي هي بتاعت ان احنا نعمل فلكسبل الاينمنت. بص اللي بيحصل هو بيعمل لهم بيختار بوز ويحاول يعملوا الاينمنت وفي نفس الوقت يغير الكونفورمرز. واخدين بالكم اللي بيحصل؟ الكونفورمرز بتتغير. شايفين بيحاول يغير الكونفورمرز نفسها. بيلف يعني مثلا لو في دايهيدرال يحاول يلفها بحيث انها تنطبق على الدايهيدرال اللي تحت تنطبق على الرينج اللي تحتيها. فبيلعب في الكونفورمرز بتاعت المولكيول ده اسمه فلكسبل الاينمنت. ماشي كده يا شباب؟ يبقى انا عندي طريقتين للالاينمنت، طريقه ان انا اجنريت كونفورمرز وبعد كده اعمل ريجيد الاينمنت، وطريقه ثانيه ان انا بعمل الاينمنت وبعمل كونفورميشن اناليسيس اون ذا فلاي، يعني بغير الكونفورميشنز وانا بعمل الاينمنت. انهي من دول احسن؟ مفيش احسن ولا اوحش، يعني دول طريقتين مختلفين حسب شطاره الكمبيوتر الالجوريزم المستخدم. تمام؟ بس زي ما انتم شايفين الطريقه دي بتاخد وقت شويه صح؟ بتاخد وقت شويه. وواضح ان هي عرفت تطلع ريزلت كويسه في الحاله دي. ماشي يا شباب؟ طيب. حد زعلان؟ حد متضايق؟ يلا نكمل. لا طبعا مختلفين. ما انا بعمل لهم الاينمنت ليه؟ بس نفس الميكانيزم اوف اكشن. وعلشان كده يا جماعه عشان اسهل بقى خطوه الالاينمنت دي بختار ريجيد وهاي افينيتي مولكيولز. بختارهم ريجيد علشان ما يبقاش ليهم كونفورمرز كتير. وبختار هاي افينيتي مولكيولز علشان لما اجي اطابق الكونفورمرز اطابق اللو انرجي كونفورمرز بس. ماشي؟ طيب. وبعد كده موضوع الفيتشرز. الفيتشرز كان فيها ديسكشن كتير قوي بس انا اختصرته جدا. انا هكتفي باكزامبلز بس على الفيتشرز. يعني مثلا ايه؟ سيبكم الكلام ده كله. عندي مثلا هيدروجين بوند دونر. انتوا عارفين اكزامبلز للايه للفراجمنتس اللي ممكن تبقى هيدروجين بوند دونر. هيدروجين بوند اكسبترز هيدروفوبيك. انتوا عارفين الحاجات دي كلها اوريدي من موضوع الانتراكشن. طيب السلايد كاستمايز دي ملغيه.
هو كلام لطيف والله بس انتم مش مساعديني ان انا اقول اي حاجه. طيب في حاجه مهمه بقى عايز اشرحها دلوقتي، في حاجه لطيفه ومهمه عايز اشرحها دلوقتي. انا عايز بس نفهم احنا بنعمل ايه حتى الان. تعالوا نشوف يا جماعه، احنا كان عندنا هرسم الدايره دي بتعبر عن مجموعه مولكيولز، دي مولكيول نمبر 1 2 3 4 5 مجموعه مولكيولز ماشي. كل المولكيولز دي طبيعتها ايه؟ طبيعتها ان هي كل دول هايلي بوتنت دراجز اوف ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن، والحاجات اللي هي اللي ايه اللي قلناها قبل كده تمام. طيب مجموعه من الدراجز دي، هستخدمها، هاخد مجموعه من الليجنز دي وهسميها، المجموعه دي هسميها ايه؟ تريننج سيت. ماشي يا شباب؟ يبقى انا خدت حبه من دول سميتهم تريننج سيت. الحبه دول هعمل بيهم ايه؟ بالظبط كده، هاخدهم المجموعه دي واعمل لهم ايه؟ اعمل لهم الاينمنت. علشان اوصل لايه؟ للفارماكوفور موديل. حد متضايق؟ طيب يبقى انا دلوقتي الفارماكوفور موديل ده هو الجزمه بتاعت سندريلا، يعني دي لما اخذ الجزمه مع الاعتذار لسندريلا ماشي. طيب انا عايز اتاكد ان دي بتشتغل فعلا، يعني ده الفارماكوفور بجد. يعني ايه يا جماعه؟ يعني تخيل كده في القصه بتاعت سندريلا، اكسترابوليشن للقصه، سيكول تاني للقصه، ان جاء ايه بعديها بعد سنين بقى بعد ما اتجوزوا هو والامير، هي والامير و اي حاجه اي هبت، وبعدين قاعدين كده قال لها فاكره حبيبتي الجزمه؟ قالت له اه والله فين ايام الجزمه. فقال لها هي فين الجزمه دي صحيح؟ فقلبوا القصر بقى، قلبوا القصر يدوروا على الجزمه تمام. وبعدين واحد من الخدامين جه جاب جزمه كده وقال لهم هي دي يا جماعه. قالوا انت متاكد يا ابني هي دي الجزمه؟ اه هي دي، هي دي والله. علشان الامير يتاكد ان هي دي الجزمه يعمل ايه؟ مش كفايه يلبسها لسندريلا، يلف تاني ويتاكد ان مفيش ولا رجل تاني بتفيد في الجزمه دي. انتوا فاهمين اللعبه؟ تمام. يبقى انا دلوقتي عايز، اتست الفارماكوفور موديل ده، فهروح اجربه على الاكتيف موليكيولز، هروح اجربه على مجموعه اكتيف موليكيولز تمام. هسمي المجموعه دي تيست سيت، اللي هي المجموعه الخضراء دي تمام. ومش كده بس، التيست سيت دي هحط فيها مجموعه شويه موليكيولز ان اكتيف، اخد لون تاني بقى، شويه ان اكتيف موليكيولز لازم استخدمهم. ليه بقى؟ علشان المفروض الفارماكوفور الموديل بتاعي لو شاطر اجربه على دول يطلعوا اكتيف فعلا، واجربه على دول يطلعوا ان اكتيف فعلا. يعني دول كده يبقوا فيتنج الفارماكوفور مظبوط، ودول كده يبقوا نوت فيتنج الفارماكوفور، بحيث ان الان اكتيف فعلا الفارماكوفور بتاعي الموديل بتاعي بيقول عليهم ان اكتيف، والاكتيف موليكيولز الفارماكوفور موديل بتاعي فعلا بيقول عليهم اكتيف موليكيولز تمام. طيب في بس تركه صغيره مختلفه عن المثال بتاع سندريلا. احنا عندنا في الحوار بتاع سندريلا الدنيا واضحه وهي سندريلا واحده وبتاع، يعني انا بس بقول لكم الفكره يعني. لكن هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبني الموديل بتاعنا يوزنج سم اكتيف موليكيولز بسميهم تريننج سيت. ولما باجي اجرب الموديل بتاعي بجربه على اذر اكتيف موليكيولز، مش على نفس الاكتيف موليكيولز، بسميهم تيست سيت. انا بعمل كده ليه يا جماعه؟ دايما when you are doing modeling computer modeling دايما ممكن تقع في حاجه اسمها اوفر فيتنج. اوفر فيتنج يعني ايه؟ يعني انت تعمل موديل بيوصف السيت اللي قدامك بالظبط تمام، ما تعرفش تطبقه على اي حاجه ثانيه. يعني ايه مثلا؟ الكلام ده هتاخدوه في الكيو سار. ادي اي مثال عبيط كده، يعني مثلا ايه، الواحد عايز موديل بيعبر مثلا عن الرجاله اللي في مصر مثلا، اي حاجه تمام. فانا جيت دلوقتي عندي شويه ناس اهو رجاله في مصر قاعدين تمام، قمت ماسك مثلا الموديل ده وقلت الرجاله بيلبسوا تيشيرتات تمام، لان كل قاعدين لابسين تيشيرتات، مع
معلش انا بوصل لابس قميص اكنك مش عارف. وقعدت اطلع شويه كونكلوجن بيزد على السيت دي. تمام الكونكلوجن بتاعتي الكونكلوجن بتاعتي الموديل بتاعي ده اللي بيعبر عن الرجاله بتاع مصر بيوصف السيت دي كويس قوي, بس اجي اجربه بره مش شرط الاقي اللي لابس قميص ولا لابس جلابيه ولا لابس, فاهمين قصدي؟ فاهمين بقول ايه؟ فيبقى ساعات الموديل بتاعي يبقى اوفر فيتد على السيت اللي انا بدرسها. الكلام ده هنا بيبقى عامل ازاي؟ ساعات ابقى انا بدرس مجموعه مولكيولز اعمل فيتشرز بتوصف بالظبط المولكيولز دي, يعني بالظبط بالحرف ماشيه مع المولكيولز دي بالحرف, تمام, بحيث ان انا لو جيت اطبقها على اي مولكيول ثانيه ما تشتغلش, فيبقى ساعتها الموديل بتاعي بيبقى فيه فيتشرز زياده عن اللزوم. تمام ده بيسموه ريتش موديل, فيتشر ريتش موديل. تمام ده مش حلو. طيب ساعتها بقى عايز اعمل العكس بقى, فبستخدم فيتشرز قليله قوي, مثلا اقول هيدروجين مول دولار واكسبتيف في المولكيول كلها, طب ما ده هيطلع لي اي مولكيول اكتف, فاهمين قصدي؟ فاحنا دلوقتي بنحاول نوصل لايه؟ بنحاول نوصل لموازنه بين فيتشر ريتش موديل يبقى فيه فيتشرز كتيره وده هيبقى متستف على التست الكليني السد بتاعتي, او بارسيمونيوس موديل. بارسيمونيوس يعني ايه؟ شحيح ده بيسموه بارسيمونيوس, عامل اكيد عيب للترجمه بظبط لكم الانجليش. بيسموه بارسيمونيوس موديل ان هو موديل ما فيهوش عكس ريتش, يعني ما فيهوش الايه الفيتشرز الكتيره. تمام يبقى انت بتختار الفيتشرز على اساس ايه؟ انت بتحاول على قد ما تقدر توصل للفيتشرز المظبوطه, يعني يا دوب فيتشرز على قد الايه الانتر اكشنز اللي انت بتحاول تستنتجها لان انت مش عارف شكل التارجت, ماشي كده. وبعد كده بتعمل فاليديشن, فبتعمل فاليديشن عن طريق تيست سيت, بتجرب بقى على التيست سيت دي. التيست سيت دي المفروض يبقى فيها شويه ديكويز, يعني فيها حاجات مين اكتف وفي حاجات اكتف. المفروض الموديل بتاعي يطلع الحاجات الاكتف اكتف والحاجات الان اكتف هنا, ماشي. اللي بيحصل في الحقيقه طبعا مش كده, بيبقى في حاجات كتيره فولس بوزيتيف وحاجات كتيره فولس نيجاتيف. بعد ما انت طلعت الموديل واتاكدت منه بتبتدي تعمل ايه فيرتشوال سكريننج او دي نوفو ديزاين, والكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده, يعني الديتيلز دي مش مهمه. طيب اخر حاجه في فقرتنا النهارده, اخر حاجه في فقرتنا النهارده, كل اللي احنا قلناه كنا بنتكلم عن ليجند بيست فارماكوفور موديل. ليجند بيست فارماكوفور موديل يعني فارماكوفور موديل مبني على ليجندز. تمام انا جبت ليجندز وعملت لهم سوبر امبوزيشن او الاينمنت اند سو اون. تمام هو مش ينفع اطلع بالفارماكوفور موديل ده اعمله عن طريق انفورميشن من الاستراكشر, يعني ابص على الاستراكشر وابص على ليجند واحد بس واشوف على الانتراكشن ازاي. ده هيبقى اسمه استراكشر بيست فارماكوفور موديل. يعني انا الفارماكوفور موديل ده ممكن اجيبه عن طريق ان انا ادرس ليجندز كتيره وده الموست كومن, وممكن اجيبه عن طريق ان انا ادرس الريسبتور نفسه, وساعتها بعمل فارماكوفور موديل بيست على الريسبتور بيبقى اسمه ريسبتور بيست. اللي على اليمين ده structure based design, اللي على الشمال ده ligand based design. يعني pharmacophore modeling ممكن استخدمه في الحالتين, ligand based design او structure based design. معايا كده يا شباب؟ وصلت لل pharmacophore model دي الجزمة بتاع السندريلا, ممكن استخدمها بقى to screen other molecules او اعمل de novo design او whatever. حد زعلان؟ طيب احنا كده اتكلمنا على حاجات كتيرة. التفاصيل الزيادة بقى اللي على structure based pharmacophore والكلام ده مش لازم, مش معانا يعني, ماشي يا شباب. وفي شويه سكسس ستوريز في الاخر وحاجات لطيفه كده, يلا مش مهم والله حاجات كويسه, يلا ربنا يسامحكم. ماشي خلصنا, حد عنده اي اسئله؟ العافيه يا فندم. ممكن ايه بتاعت المينيونز دي؟